ينضم إلينا من بيروت العميد أكرم سريوي الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. العميد أكرم أهلا بك معنا في هذه التغطية. دعني أسألك أولا، ما وقع اغتيال حسن نصر الله عليكم أنتم في لبنان؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين. الخسارة كبيرة طبعا، يعني وهي ليست سهلة تحديدا على حزب الله وعلى بيئة حزب الله، ويعني في لبنان طبعا ينظر إلى هذا الأمر بأنه اعتداء سافر على يعني السيادة اللبنانية، وإصرار إسرائيلي على تصعيد الأمور وعدم القبول بأي تسوية والذهاب إلى الحرب الشاملة المفتوحة من أجل يعني ليس فقط ما يتحدث عنه نتنياهو من أهداف كان إعادة الأسرى أو إعادة المهاجرين إلى الشمال، على العكس يعني هناك أهداف مبيتة لدى نتنياهو وهناك نوايا عدوانية وهي ظهرت في أكثر من تصريح له ولوزرائه. عندما تحدث أن حدود إسرائيل هي نهر مجرى نهر الليطاني، وعندما سمعنا دعوات لإنشاء مستوطنات في جنوب لبنان وأن القاعدة الذهبية هي يعني الجولان المحتل، ما حدث في الجولان المحتل من ضم إسرائيل لهذه المنطقة، وبالتالي أيضا هناك حديث عن يعني إصرار من نتنياهو على تغيير منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط الوضع في فلسطين أو على الحدود مع لبنان. إذن كل هذه الأمور تؤكد أن يعني هذا التناقض الذي كان يتحدث عنه مراسلكم من واشنطن بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو في مكان ما، نعم هناك صحة، يعني الإدارة الأمريكية تريد ترتيب الأوضاع، تريد التهدئة، فيما نتنياهو يسعى إلى الحرب الشاملة، يسعى إلى يعني وضع أمريكا في مواجهة مع إيران. هو لا يريد هذا التقارب الإيراني الأمريكي، هو لا يريد، نعم. يعني يخشى أيضا هذا الانفتاح من الرئيس الإيراني الجديد باتجاه الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يحاول جاهدا طبعا تصعيد الأمور ويرفض أي تسوية كما رفض في السابق. يعني لو طيب كان يريد التسوية لكن نتنياهو ذلك. إن كان نتنياهو يريد حربا شاملة، ماذا يريد لبنان عميد أكرم الآن؟ لبنان يريد تطبيق القرار 1701، تطبيق قرارات الشرعية الدولية. لبنان يريد وقف العدوان الإسرائيلي، انسحاب إسرائيل من لبنان، لكن يعني ليس كما يطرحه نتنياهو بأن يطبق لبنان فقط القرار 1701 وأن تبقي إسرائيل على احتلالها للأراضي اللبنانية وتستمر في انتهاكها للسيادة. ما يطلبه لبنان هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتزام إسرائيل بهذا القرار. هذا هو الموقف الرسمي للدولة اللبنانية. حزب الله طبعا يعني كان مصرا على شيء آخر، وهو عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، ويعني الحديث الذي قاله الإسرائيلي اليوم بأنه اتخذ قرار تحييد أو اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله لأنه أصر على يعني ربط مسار جبهة لبنان بجبهة غزة، وكما يرى أو كما تحدث الإعلام الإسرائيلي بأنه لا مكان للسيد نصر الله في التسوية القادمة، هذا نعم يعني شيء فيه من الحقيقة، لأن كان واضحا أن السيد نصر الله يعني رفضا قاطعا وأعلن ذلك مرارا أن جبهة لبنان لم تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. لكن في المقابل إذا لم يرد حزب الله عسكريا على إسرائيل سوف يظهر بموقف الضعيف، أليس كذلك عميد أكرم؟ يعني إسرائيل لغاية الآن اغتالت الكثير من القادة البارزين في حزب الله، نتحدث عن أحمد قبيسي، إبراهيم قبيسي، إبراهيم عقيل، أحمد وهبي، إسماعيل هني، فؤاد شكر، محمد ناصر، طالب عبد الله، محمد سرور، صالح العاروري. هل سوف تمر كل هذه الاغتيالات من دون رد؟ نعم هذا صحيح، يعني هناك خسارة كبيرة، ليس لا أحد يقلل من أهمية هذه الخسارة وخاصة بعد اغتيال الأمين العام سيد نصر الله. نعم. الخسارة كبيرة على حزب الله، لكن السؤال الأهم من ذلك، هل فعلا يستطيع، يعني أصبح حزب الله يستطيع حتى لو أراد، هل يستطيع الآن أن يوقف هذه المعركة، أن يتراجع، أن يستسلم؟ هذا يعني نهاية حزب الله، وبالتالي أنا أعتقد أن الأمور باتت أكثر تعقيدا. حزب الله الآن لا يستطيع أن يتراجع، لا يستطيع أن يوقف هذه الحرب بالشكل البسيط الذي
يعني يتحدث البعض عنه لن يذهب إلى هذه التسوية، بالتالي الحرب ما زالت مستمرة. يعني ما هناك، سأعطيك فكرة أخرى، يعني هناك 4 فرق لحزب الله متواجدة في الجنوب اللبناني. هناك فرقة في، يعني فرقة نصر الموجودة في المحور الغربي بمنطقة سور، هناك فرقة بدر التي تتمركز خلفها شمال الليطاني، هناك فرقتان أيضا في القطاع الشرقي وفي البقاع الغربي. هذا يعني إضافة إلى فرقة الرضوان المنتشرة والتي هي كانت الهدف الأساسي لها أو مهمتها الأساسية هي العمل داخل فلسطين المحتلة في المستوطنات، مع إلى جانب أفواج العباس. إذن هناك عدد كبير لدى المقاومة موجود في منطقة الجنوب. هذا يعني الجهاز العسكري وهذه البنية العسكرية هي حتى الآن ما زالت جاهزة، لذا لم تتضرر بشكل يعني الكبير. عادة إذا كنا نتحدث عن يعني ما قاله الأمين العام لحزب الله السابق سيد نصر الله، أن المقاومة تملك ما يقارب 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل، هذا يعني أن هناك عشرات الآلاف من الضباط والقادة المدربين والذين لديهم خبرة والذين اكتسبوا خبرات في الميدان. هذه المعركة يعني لكن نسمع كثيرا عن قوة عميد أكرم، إن لم تستخدم قوة حزب الله من الحزب الآن، سواء فيما يتعلق بالمقاتلين مثل ما أشرت الآن، أو حتى ما يقال عن ترسانة حزب الله الصاروخية لديه صواريخ دقيقة وموجهة، إن لم تستخدم الآن متى تستخدم؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا. يعني المقاومة بدأت باستخدام بعض ما لديها، وأنا أعتقد أنها ستصعد أكثر في الأيام القادمة، لكن عليها أن تلتقط الأنفاس أولا، عليها أن تعيد ترتيب البيت الداخلي، وهذا يعني طبعا سيأخذ بعض الوقت. يعني لا تستطيع بعد هذه الضربة الكبيرة التي تلقتها وتعرضت لها أن تقوم فورا برد فعل يعني عنيف وقاسي وكما يتوقع البعض. دائما يعني هناك أمور تأخذ مداها. المقاومة تعتمد مبدئيا استراتيجية استنزاف العدو، ويعني أنا أعتقد أن المعركة، المقاومة ترى أن المعركة لم تنتهي، المعركة في بدايتها، هناك أيام طويلة وهناك أيام قادمة. يعني لا تستطيع المقاومة أن تستنفذ كل قدراتها وقوتها الآن في يوم واحد أو في أسبوع أو في أيام قليلة. العدو الإسرائيلي واضح أنه مصر على معركة طويلة، وربما كما يتحدث الآن عن محاولات لدخول بري حتى لو سمى هذا الدخول محدودا. لذلك المقاومة عليها أن تستعد جيدا وأن تلتقط أنفاسها بسرعة وأن تعيد ترتيب أوراقها بسرعة لتكون جاهزة لأي مواجهة كبرى. يعني هي صحيح دخلنا في الحرب الشاملة في المواجهة الكبرى، باتت كل يعني السقوف غير موجودة، أصبحنا في حرب دون ضوابط، لكن كما ذكرت المقاومة تحتاج إلى ترتيب أوراقها أولا الآن. والمعركة على ما يبدو أنها طويلة، يعني لا تلوح في الأفق حتى الآن أي تسوية قريبة. لكن يفترض بأن هذه التنظيمات مثل حزب الله وغيرها وضعت هذه السيناريوهات مسبقا، أنه في حال حصل اغتيال أو استهداف لشخصية ما، هناك مباشرة يتم تنفيذ الخطط التي وضعت مسبقا في هذه الحالات، خصوصا وأن إسرائيل من الواضح في الفترة الأخيرة كانت تستهدف القادة البارزين في حزب الله، وحسن نصر الله كان على رأس هذه القائمة. لماذا يبدو الآن وكأن حزب الله يريد ترتيب أوراقه في حالة فوضى أو يتباطأ في اتخاذ موقف ورد حازم تجاه إسرائيل؟ يعني أنا أعتقد البيان الذي أصدره حزب الله ونعى فيه الأمين العام السابق حسن نصر الله يثبت بأن هناك قيادة تدير الأمر الآن وهي أمسكت بزمام الأمور. لكن كما ذكرت لك، يعني هناك أكثر من ضربة تعرض لها الحزب في فترة قصيرة جدا، بدءا من عملية الفاجرز إلى استهداف قيادة الرضوان إلى الاغتيال الأمين العام، وهذا ليس أمرا يعني بسيطا وعابرا. بالطبع يعني دائما قائد عسكري، هناك مساعده، هناك مساعد. طيب ماذا لو لم يرد حزب الله عميد أكرم؟ ماذا لو لم ترد إيران من تمول وتدعم حزب الله؟
على هذا الاغتيال؟ كيف سوف تكون التداعيات؟ إيران لن ترد ولن تتدخل في هذه الحرب على ما أعتقد. يعني أنا لا أعتقد أن إيران ستتورط في حرب كبرى بسبب اغتيال الأمين العام لحزب الله. الرد سيكون، لكن ألا يضع هذا علامات استفهام حول مصداقية؟